ايوه انا فاديه ابراهيم البوجي، مقيمه في العريش بس من اهالي الزقازيق في المعاش بقى. فانا جيت الحقيقه رحنا لجنه في جوار المنزل عندنا لقيناها ما فيهاش مغتربين، وهم بصراحه قاموا بالواجب وعرفونا واتصلوا وعرفنا انها في مدرسه الزراعه، والحمد لله حاجه راقيه 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 بجد بجد، حاجه راقيه وتنظيم ممتاز، واحنا الحمد لله يعني انتخبنا وفي حب مصر. يعني دي اول مره بتشارك فيها ولا بتشارك على طول في الانتخابات؟ لا على طول، ببقى حريصه على طول على طول، حريصين ان احنا حد سواء هنا او في العريش لازم اروح لازم. طيب واولاد حضرتك احفادك؟ بيروحوا بيهم اولادنا، انا لسه بكلمهم في العريش النهارده، قلت لهم خدوا الاولاد لما يطلعوا المدرسه خدوهم، علشان دي حاجه وطنيه، دي حاجه حلوه يعرفوا الدنيا رايحه فين وايه اللي بيحصل، وبرضه يبقى عندهم وعي بان احنا رايحين ليه. مش عرفنا بحضرتك؟ احمد الجندي، وكيل اول وزاره بالمعاش من 82 سنه. يسعدنا ان نشارك في اليوم من هذا اليوم المشهود اللي احنا بنقرر فيه مصير مصر، واحنا وجدنا كل التسهيلات والاجراء اللي يعني كل الامور ماشيه بسلاسه. الشيخ الله ينور، رجعنا الشغل ايوه، مش السعاده كتير. وتم هذا اليوم